السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم بغيت ندير لكم واحد هاد الطارت ديال الطارت اموندين اللي كتجي رائعه ولذيذه وسهله والكل يقدر يديرها. المهم فيها غير بعض المراحل ولكن سهله، الواحد يتبع ويشوف. المهم هي قدامكم، كتجي زوينه وبنينه وشكلا ومذاقا. انا كنت ديجا درتها لداري، حتى درتها ودقتها وعجبتني، عاد قلت بلاتي علاش لا نشاركها معكم. زعما غادي ناكلها حتى انا في داري، ولكن ها هي درتها بهذا الحجم المتوسط. كنتمنى الاشتراك واللايك وكنقول لكم شكرا. هادو هما المقادير ديال الطارت اموندين. هنا بسم الله على بركه الله، هنا كندير واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا، اللي ما عندوش يدير ديال لافارين فارينا. هنا درت 4 المعالق ديال السكر، السكر كيبقى ديما على حساب الذوق ديالكم، كثروه ولا قللوه على حساب لوكو. هنا تقريبا 200 غرام ديال اللوز اللي شريته جاهز في المتاجر، زعما في المغازا وشو كارفور هو موجود في كل شيء. هنا النص ديال 250 غرام، درت النص، درت النص في ديك سميتو اللي غادي ندير الفوق لا كريم. هنا غادي نهز واحد معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال لو فيغ شيميك، اللي بغى يديرها اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، هذا اختياري. وهذه سكر فاني. واش ما باقي هنا ثلاثه البيضات، البيض على حساب الطاوة بيان سيغ، الا كانت كبيره الا كانت صغيره. انا الطاوة ديالي هي هذه، ها هي شريتها زعما دايره طويله بحال هذا الشكل، هذا كيتحل تحيد ليها هذا ديالها. ملي كطيبوا لا طارت كتكون فاسيل باش تحيد، يكون شويه غاليين ولكن سي براتيك، كيبقاو لكم للابد مزيانين، فيهم هاد الثقيبات هادو كيخرجوا كيساعدوا باش لا طارت طيب، زعما لاباط اللي غادي نديرو فيها. وثلاثه البيضات ديال تخرجهم الحراره في المطبخ دائما، هادي كتعطيها كامله. وهنا جوز ايفيلي بيان سور، هذا راه غير يتزين اللي بغى يزينها، راه كتجي زوينه بهاد اللوز ايفيلي. ما بغاش يزينها بحاجه اخرى، ولكن طارت اموندين راه معروفه بهاد اللوز ايفيلي. صافي هادشي اللي كاين البنات. دروك غادي نخلط كلشي، هاد المسائل راه ساهلين، كديروا البيض السكر وكتضربوهم مزيان، كديري لهم الخميره وديري لهم البيض ولافارين وهذا. المهم المسائل كامله كتضربوهم، كتضربوهم مزيانه وكديرهم في الثلاجه واحد شويه 10 دقائق 15 دقيقه واحد شويه. لاباط راه درتها صافي غير باش نديرها معكم ديما. لاباط بغيزي راه كدار طيب بالزبده وشويه الملحه، درت لها الزبده الملحه ودرت واحد الصفر ديال البيضه بيان سور، والسكر هو على حساب الذوق، درت غير جوج معالق. صافي درتها في الثلاجه باش ترتاح واحد 20 دقيقه عاد نخرجها ان شاء الله. دروك غادي ندير معكم هاد المسائل هادو باش ما نطولش الفيديو، كندوبي يا مومو كندير الفيديوهات قصار صغير باش نطولهم ولا نقصرهم، ما كتدخلوش ما كتعاونوش، الله يهدينا ويهديكم وصافي. شكرا. الكريمه ديال طارت موندين ها هي، كلشي دوك المسائل اللي قلت لكم قبيله درتهم وخلطتهم مزيان، تخلطوهم بالطراب الكهربائي ولا يجيكم ولا اي حاجه كترتاحوا ليها ديروها. دروك غادي نغطيها بواحد السلوفان، غادي نديرها واحد 5 مينوت، ميم با 5 دقائق ما كاملاش، عاد نجبد لاباط باش نديرها معكم ان شاء الله.
فجينا اللي درتها ها هي، قلت لكم قبيله راسها سي غايه باش نديرها، وبقى نديرها شاك فوا كلشي كيعرفها. قاصحه يلا خرجتها في الثلاجه، هاد الثلاجه كوجدتو باش ندير. غادي نديرها على لا فورم طويل تريونغولير، زعما طويل بحال هاد سميتو، ماشي داير، ندير انا على الطويل هذا. وريت لكم قبيله على هاد لا فورم هذا، عجبني وشريتو بشحال هادي. راه ديجا درت عدة مرات درت فيه لا طارت، صافي البنات اللي قدر يدلكها لا سميتو، انا ما كنقدرش حيت هي كتلصق. باش تساعدنا كنديرو هذا الورقه ديال الطبخ، كنديرو بحدا وكنديرو عليها بحدا. هادي كنشرحها بيان سيغ للبنات اللي ما كيعرفوش. تقطعات اللي تقطعات هي هنا ما كاين مشكل، نحاول كوميم ندلكها. صافي غادي ندلكها، ما عندي يدي دراني ويدي هزا بها الكاميرا، غادي نحلها ونجربكم ان شاء الله. لاباط هي البنات درتها العجينه مورقه بالعجين بالزبده المسائل باش درتها. ها هي درتها، خذوا وقتكم والراحه ديالكم باش تبقوا على جميع الجوانب، تقبوا واحد شويه الا بغيتوا، الا ما بغيتوش خليوها على حساب الطبا ديالكم، كل واحد كيعرف الطبا ديالو. هذه هي غادي نديرها واحد 15 دقيقه في الثلاجه، عاد ندير لها داك الخليط ديال الكريم اللي درت. هنا البنات درت لك خيم داك اللي درت معكم، صافي ودرت لي فيلي ديال اللوز، صافي هذا هو اللي كاين. ودروكا الفران على 180 درجة وغادي نديرو وطيخو ان شاء الله، نوري لكم.